أعزائنا ومتابعينا الأكارم، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم موضوعنا هو عن أقوى 5 جوازات سفر بالعالم. هلأ قوة جواز السفر هو مقياس لعدد الدول يلي بيقدر حامل الجواز يدخلها من دون فيزا أو بيحصل على فيزا بشكل مباشر عند وصوله للمطار. بالمرتبة الخامسة عنا مملكة الدنمارك يلي هي أحدى دول الشمال الإسكندنافي. هي أصغر دولة إسكندنافية وتتميز بكثرة الخضار وأنها دولة صديقة للبيئة. الدنمارك تعتبر من أقل دول العالم بالفساد، وعندهم ملكة بس منصبها شكلي، يعني ما بتحكم، وإنما الحكومة هي يلي بتسير أمور البلاد. تتميز الدنمارك بنظام الضريبي المرتفع، وفيها عدد من الشركات الكبيرة جدا. وفي أحد الأبحاث بيقول إنه الدنمارك عندها أعلى مستوى بالعالم من ناحية الإصابة بالسرطان. يقال إنه العلم الدنماركي هو أقدم علم موجود وإله طابع ديني، لأن الدنماركيين بيعتقدوا إنه نزل من السماء. تم تصنيف الدنمارك كأسعد بلد بالعالم لعدة سنوات. بالمرتبة الخامسة كمان بالإضافة للدنمارك تجي النمسا مع إمكانية دخول 187 دولة بدون فيزا. النمسا هي جمهورية فيدرالية وديانتها المسيحية، ومنها طلع عدد من المشاهير مثل الموسيقار موتزارت والقائد العسكري هتلر. النمسا فيها أطول شلالات بأوروبا وهي شلالات كريمل، ويلي طولها 280 متر. طبيعتها بشكل عام حلوة واقتصادها قوي ونسبة الأمان فيها عالية. وأقدم حديقة حيوانات بالعالم هي حديقة فيينا ويلي تأسست سنة 1752. بالمرتبة الرابعة عنا إيطاليا، ويلي بيقدر مواطنيها يدخلوا 188 دولة من دون فيزا. إيطاليا كانت جزء من اليونان القديمة وهي موطن لأقدم الجامعات الأوروبية. الشعب الإيطالي متعلق بالخرافات رغم أنه هالشي ما عاد موجود حاليا باعتقادي، وعدد الإيطاليين المهاجرين أكبر من عدد الموجودين داخل البلد. بإيطاليا في 12 لغة للأقليات معترف عليها من قبل الدولة بالإضافة للغة الإيطالية. بتشتهر إيطاليا بالحلويات وأشهرها تيراميسو. بالمرتبة الرابعة كمان بالإضافة لإيطاليا عنا دولة فنلندا، يلي هي واحدة من دول الشمال الأوروبي. بفنلندا غرامة السرعة بتزداد حسب ازدياد دخل الشخص، يعني الغني مخالفته أكبر من الفقير. ومن أشهر الشركات الفنلندية يلي أخذت سمعة على مستوى العالم هي شركة نوكيا. تعتبر فنلندا من أكثر الدول استخداما للإنترنت، وطبعا هالمعلومة هي نسبية لأن استخدام الإنترنت عم يزداد يوم ورا يوم بكل دول العالم. بالمرتبة الرابعة كمان بالإضافة لإيطاليا وفنلندا بتجي إسبانيا، يلي فيها مزيج بين الحضارة الشرقية والغربية والحضارة الإسلامية والمسيحية. اللغة الإسبانية هي من أكثر لغات العالم انتشارا، وفيها استاد الكامب نو يلي بيعرفوه أغلب عشاق كرة القدم. من أهم الرياضات الإسبانية طبعا بالإضافة لكرة القدم هي رياضة مصارعة الثيران، ويلي نسبة كبيرة من الشعب بيرفضوا رفض تام أنها تلتغى برغم مطالبات الحكومة وجمعيات الرفق بالحيوان. بالمرتبة الرابعة كمان بالإضافة لإيطاليا وفنلندا وإسبانيا عنا دولة لوكسمبورغ، ويلي تعتبر من أصغر دول العالم من ناحية الحجم. عاصمتها مدينة لوكسمبورغ، تعتبر دولة سياحية بامتياز وفيها عدد كبير من المتاحف والمسارح. عدد سكانها بحدود 600 ألف نسمة، وفيها بحدود 185 ألف موظف من الدول المجاورة مثل ألمانيا وبلجيكا وفرنسا. فيها عدة لغات، لكن بس ثلاثة منهم هن اللغات الرسمية للدولة، يلي هن اللغة اللوكسمبورغية والألمانية والفرنسية. المرتبة الثالثة عنا ألمانيا، ويلي بيقدر مواطنها يدخل 189 دولة من دون فيزا، ويلي تعتبر أقوى اقتصاد أوروبي ومن أكثر دول العالم كثافة بالسكان. المعلومة الغريبة عن ألمانيا أنه محاولة الهروب من السجن ما تعتبر تهمة تستحق العقاب، ويقال أنه لسه في قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية يتم العثور عليها بشكل دائم في ألمانيا. ألمانيا من الدول يلي بتهتم كتير بالطاقة المتجددة، وتقريبا ثلث طاقة البلد هي من الطاقات المتجددة وبشكل رئيسي من طاقة الرياح. بالمرتبة الثالثة كمان بالإضافة لألمانيا تيجي كوريا الجنوبية، يلي تعتبر من الدول الآسيوية القوية سياسيا واقتصاديا. بكوريا الجنوبية قبل ما يتم الزواج بين شخصين بيتم التدقيق بأسماء العائلتين تفاديا لزواج الأقارب أو زنا المحارم، وعندهم الرجال بيستعملوا المكياج مثلهم مثل البنات. بكوريا الجنوبية رقم 4 هو رقم سوء الحظ، بيمثل رمز التشاؤم للجميع. والرياضة الشعبية عندهم هي رياضة التايكواندو، وأكثر من نص الشعب بدون ديانة لا سماوية ولا ديانة أرضية. بالمرتبة الثانية عنا دولة سنغافورة، ويلي بيقدر مواطنيها يدخلوا 190 دولة من دون فيزا، وهي تعتبر دولة سياحية بامتياز. من نهفات هالدولة أنه العلكة ممنوعة وما بتنباع بالمحلات، والسبب هو المحافظة على النظافة، وكمان ممنوع الأكل والشرب ووسائل المواصلات. تلقب سنغافورة بمدينة المليونيرات، وهالشي لأن عائلة من كلسة عوائل ثروتها تقدر بأكثر من مليون دولار. سنغافورة هي عبارة عن مدينة واحدة ومساحتها صغيرة جدا، يعني هي مدينة دولة. بالمرتبة الأولى وبأقوى جواز سفر هي إمبراطورية اليابان، والمواطن الياباني بيقدر يدخل 191 دولة من دون فيزا.
اليابان هي الدولة الوحيدة بالعالم يلي بيحكمها امبراطور، وهي من أكثر الدول المتقدمة بالعالم وبتميز بالنظافة والتنظيم. والغريب بالأمر إنه باليابان ما في عمال نظافة، لأن الشعب متعود على النظافة لحاله، وإن وجد فيوجد متطوعين للنظافة. اليابان فيها جزر خاصة للقطط مثل جزيرة أوشيما وتاشيرو جيما، وهالجزر هاي صارت مصدر جذب للسياح. وهيك بنكون وصلنا نهاية الفيديو تبعنا لليوم. نتمنى يكون نال إعجابكم، وانتظرونا في فيديو قادم.